السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت تذاكر ما تخافش، لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. معانا النهاردة إشارة من الباب السابع، ديلناتوري بير كورفاستيريت. معانا النهاردة علامة تنبيهية للمنعرجات الخطيرة، أدي إشارتنا النهاردة، ديناتوري بير كورفاستيريت، علامة تنبيهية للمنعرجات أو المنحنيات الخطيرة، ده الإشارة بتاعتنا النهاردة. إزاي نقدر نحل كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على هذه الإشارة؟ النهاردة هنحلها بكلمتين زي كل مرة. أول كلمة بيريكولوزو، أول كلمة كلمة بيريكولوزو، يعني إيه بيريكولوزو؟ خطر، يبقى دي منحنى خطر، كورفا بيريكولوزو، كلمة بيريكولوزو. الكلمة الثانية كلمة كومبليمنتاري، كلمة كومبليمنتاري إشارة تكميلية. والكلمة الثالثة كلمة فيزيبيليتا اللي هي الرؤية، المنحنيات دي كلها بتظهر البونت بيريكولوزو، النقط الخطيرة في الطريق، يبقى كلمة فيزيبيليتا، كلمة كومبليمنتاري، وكلمة بيريكولوزا. بس طبعا كلمة بيريكولوزا لما يقول لي عليها أو ما يجي لي يقول لي السينيال رافيجراتو اون سينيال كورفا بيريكولوزا سينسترا تبقى فالسو، يبقى كلمة بيريكولوزا مع كلمة سينسترا ده تبقى فالسو، لأن هنا المنحنى على اليمين مش على اليسار. يبقى بيريكولوزا من غير كلمة سينسترا كومبليمنتاري فيزيبيليتا. يلا مع بعضنا ندخل على الأسئلة ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. نشوف مع بعض السؤال الأول. أول حاجة بنعملها بنحدد الإشارة، هي ديلناتوري بيريكولوزا منحنى أو علامة تنبيه للمنحنيات الخطيرة. عايز كلمة بيريكولوزا، أدي كلمة بيريكولوزا يبقى فيرو. السؤال الثاني كلمة كومبليمنتاري إشارة تكميلية فيرو. ثلاثة فيزيبيليتا الرؤية فيرو. أربعة بيريكولوزا فيرو. خمسة أدور على كلمة بيريكولوزا أو كومبليمنتار أو فيزيبيليتا مش موجودة قول له فالسو. ستة ندور برضو على كلمة من الكلمات ديت مش موجودة قول له فالسو. سبعة ندور على كلمة بيريكولوزا أو كومبليمنتار أو فيزيبيليتا مش موجودة قول له فالسو. تمانية نفس الحكاية أدور على كلمة من الكلمات ديت مش موجودة قول له فالسو. عشرة رقم تسعة ألتقى عندي كلمة بيريكولوزا، كلمة هنا بيريكولوزا موجودة بس معاها كلمة سينسترا تبقى فالسو، لأن ده الكورفا ديسترا مش سينسترا، يبقى هنا الفرق ده سينسترا أقول عليه فالسو. يبقى كده إحنا حلينا كام سؤال؟ حلينا تسع أسئلة اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تجي لك على ديلناتوري بالكورفا ستريتا علامة تنبيهية للمنعرجات الخطيرة أو الضيقة، حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم ببريكولوزا من غير سينسترا وكومبليمنتاري وفيزيبيليتا. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.